راشد الغنوشي حبيب عجيل. البارح الرأي العام التونسي تداول إشاعة وفاة راشد، مرض راشد الغنوشي ونقله، وحتى الوفاة بعض المواقع كذلك تحثت على وفاة راشد الغنوشي، ويعني صارت بلبلة البارح الحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ماهر المذيوب وسامي طريقي كذبوا هذه الإشاعة ويقولوا أن راشد الغنوشي يمارس مهامه في البرلمان بشكل عادي، لكن ربما اللي أثار مزيد من الجدل حديث جوهر بن مبارك على مخابرات مصرية تدخل على الخط وهي من يقف وراء ترويج مثل هذه الأخبار. يعني مش المرة الأولى هي تقريبا اللي يتم فيها الإشارة إلى أن راشد الغنوشي على فراش المرض أو نقل إلى المستشفى العسكري أو هو بصدد معناها العلاج، ولكن ما نعرفش أنا شنو الغاية منها، ولكن أتصور رغبة فقط في الإرباك وأنه الناس تدخل شوية في جو الخوف معناها، وإن كان هو وفاة أي سياسي في آخر الأمر إن شاء الله ربي يطول في أعمارهم الناس كل، معناها مانيش شايف معناها وين ينجم يأثر في البلاد بالشكل هذايا، ولكن ربما بالنسبة لراشد الغنوشي باعتبار أنه توا هو لاعب خلينا نقولوا الرئيسي سواء داخل حركته أو في وسط تونس، ربما هذا من شأنه أن يدخل بعض الارتباك على الحركة وعلى البرلمان، ولكن أنه ثم مخابرات وثم أطراف معناها تخرج في الإشاعات هذه لست متأكدا من ذلك. أنا نصور هي نوع من أنواع معناها المانيبيولاسيون، حرب اعلامية خدمة على الشعور، الناس متقلقة، الناس داخلة بعضها، دونك كل مرة تطلع الطلعة هذه معناها. لماذا يستعمل الملف الصحي للرؤساء الثلاث في كل ربما مرة من أجل أحداث البلبلة والإرباك؟ نعرف أنه في وقتنا الأوقات يعني تحية تونس تحثت على الملف الصحي لرئيس الجمهورية، يعني النائب عن حركة النهضة المحامي حبيب خضر، لا بشر الشابي تتحدث كذلك على ملف طبي لرئيس قيس سعيد، وربما قد يكون مدخل للطعن في المؤهلات الذهنية للرئيس قيس سعيد. اليوم راشد الغنوشي نتحدث على ملف صحي دقيق، علاش لا يتم نشر الوضع الصحي الملف الصحي للرؤساء الثلاث؟ اولا من باب الشفافية، ثانيا من اجل طمأنة الرأي العام على صحة الرؤساء الثلاث. السياق نتاع رئاسة الجمهورية يختلف على السياق نتاع راشد الغنوشي. رئاسة الجمهورية تطرح الموضوع هذايا وثم حديث حتى على انه ثم ضغوطات في هذا الاتجاه معناها مورست على الرئيس بالمنطق هذايا نتاع الملف الصحي نتاعو، ومحاولة لتفسير احيانا بعض مواقفه السياسية او ربما للتلويح بانه ثم امكانية لعزله اذا كان باش يولي معناها طرف معطل، معناها اللي خرجوا في الاشاعات هذه هما الاطراف اللي اعتبروه معناها معطل للعمليه السياسيه، ولازم نشوفوا صيغه كيفاش نخرجوه منها. انا نعتبر انه طرح المسائل الصحيه سلبي ومش باهي، معناها يمس الناس ويمس مشاعر الناس، ولكن نعتبره باهي ايجابي انه توصل الاطراف اللي مأيسه من قلب المشهد السياسي وانها تربك المشهد السياسي وانها تكسر المسار تنتظر حلول السماء، فهذا في حد ذاته دليل واضح على أنهم عاجزين على حلول الأرض، وهذا أمر جيد. يعني انتقالنا الديمقراطي أصبح محصن إن شاء الله، معناه وديمقراطيتنا أصبحت محصنة والدستور يبدو أنه حارس لهذا الانتقال، فبعض ناس يتمنى ويقول لهم معناه إن شاء الله يا ربي معناه، ويدعيوا على بعضهم وربما حتى يمشي ومعناه يستعملوا وسائل أخرى متاع سحر ومتاع كذا، مما يدل على أنه استرابة سخون ونرجعوا للخرافة بالضبط، معناه مما يدل على أنه سياسيا سبا معناها وضعنا اصبحنا انا قريت حاجه حلوه برشا في كتاب شو اسمه سي محمد الناصر نرجع له بعد، قال كي جيت للبرلمان نلقى النواب الكل شادين الدستور، قال متسلحين بالدستور، خارق العاده، ممتاز، اروع صوره انا نعتبرها معناها، لانه واحنا حتى وقت اللي السي الباجي معناها مريض الله يرحمه الناس الكل بدات ترجع للدستور، مواطنين توانسه شنو نعملوا زعما شنو الفصل نطبقوه، ممتاز، هذا دليل واضح على انه تونس ان شاء الله في الطريق الصحيح.
وربي يطول في اعمار الناس كل اللي يحب يعمل سياسه ما يستناش عزرائيل يحاول يخدم هو معناها يخدم بيديه تقول يخدم بيديه منى غيازه ما يخدم بيديه ما فهموكش بالغلط لا يخدم بيديه معناها دايمين السياسه بادوات تقليديه يا بطل الميدان الواخر منى غيازه اليوم كيفاش قريت انت تداول هذه الاشاعه هي مش اول مره نعرف انه حتى بعض النواب تورط فيصل تبيني مثلا في وقت من الاوقات تورط في انه هو يقول انه في احد التدوينات ليه يقول انه معنا تمنى فيما معناه انه يكون خبر ربما من رضرش الغنوشي صحيح ودقيق. اليوم تعتبر هذا اسلوب صحي انه يعني نشر الاشاعات وتداولها واغراق الراي العام السياسي بالاشاعات من اجل التشويش او ارباك او ربما يعني حشر الخصم في زاويه الرد على الاشاعات؟ هو في المطلق نشر الاشاعات داخل في العمل السياسي خاطر ارباك الخصوم السياسيين في ممارستنا احنا نحكي مش في الاخلاق السياسيه اللي نعرفوها في الممارسه السياسيه صحيحه، لكن نعرفوا انه عامه عموما في الممارسه السياسيه نشر الاشاعات هي طريقه من طرق ارباك الخصم السياسي. وشفنا احنا في تونس بصفه خاصه اذا باش نحكي على تونس نشر الاشاعات كانت ديما مرتبطه بالانتخابات، ديما مرتبطه بالانتقالات، ديما مرتبطه بكل مره عندنا تحوير، كل مره عندنا حوار وطني ولا اي حاجه من نوع هذايا. شفنا الاشاعات، شفنا عمليه تشويه كبيره صارت للاحزاب، توا انتقلنا نحو الاشخاص. يمكن نجبدوش شويه اخر اللي صار في الويكاند والاشاعات والكلام اللي خرج. على كل حال هو ارتبطت الاشاعه نتاع المرض والوفاه برؤسائنا كما قلت انت احمد والحس علاش، يمكن نظرا لسن الرؤساء نتاعنا ربي يطول في عمرهم الكل ونتمناو الخير للناس الكل، لكن قد يكون هذا زاده عامل مساهم في نشر الاشاعات. شفناها مع سلبيجي قايد سبسي الله يرحمه، شفنا قداش عامل السن نتاعو خذا على خاصه مواقع التواصل الاجتماعي البلبلة هذية والإشاعات هذية، لكن تطورت إنها ولات تحكيوا عليها سياسيين. عموما في الإجمال اللي أنا يكون نجم نحكي على ملف صحي لرجل دولة ما هيش حاجة خايبة، بالعكس أنا نعتبرها دليل صحة. ما عاش عنا دي تابو وإحنا في تونس، لكن ما ننحدروش إلى ما تحت الأخلاق وما ننحدروش إلى ما تحت المكتسبات الإنسانية. معناها نخرج إشاعة متاع مرض شديد ولا متاع موت ما هيش مجرد معناها خصومه سياسيه يظهر لي. كيفاش تعلق منى على تدوين جوهر بن مبارك اللي يقول المخابرات المصريه لها يد في ما تم ترويجه من اشاعات حول مرض او وفاه رشيد الغنوشي؟ هو في حقيقه الامر انا ما نعرفش علاش سي جوهر قال هكا، خاطر هو سي جوهر حتى في التدوين نتاعو ما فسرش علاش وما قالش منين جاب المعطيات هذه. لكن انا كي نرجع للواقع التونسي مره اخرى، انا نتفكر السيد رشيد الغنوشي ارتبطت به اكثر من مره اشاعات المرض، فما شكون يقول عليه عنده مرض شديد، فما شكون يقول عليه عنده مرض عضال. نذكر وقت اللي صار حديث هل سيترشح للرئاسية أم لا، تجبد الملف الصحي للسيد رشيد الغنوشي، وقالوا فما شكون قال ما يجمش يترشح خاطر ما ينتخبوهاش، فما شكون قال لأنه الملف الصحي نتاعو ما يسمحلوش. لكن أنا أكثر مرة نذكر صار عليها اللغط حول صحة رئيس الحركة كان في 3 فيفري 2020، كان نتفكروا وقت اللي تم إرجاء مجلس وزاري كامل، وقت نذكر حتى سيد الياس الفخفاخ أرجأ بطلب من حركة النهضة اجتماع مع 10 أحزاب على إثر ذلك للمصادقة على البرنامج الحكومي. كان عندهم 10 أحزاب مش يقعدوا يحكيوا حول البرنامج الحكومي. وقتها تغيب عليها سيد رشيد الغنوشي، فما شكون قال على خاطر غاضب على خاطر نحبوا ندخلوا معنا قلب تونس في الوقت ذاك، لكن انتشرت وبشده اشاعه مرض السيد رشيد الغنوشي اللي كان وقتها ما عندوش برشا سويعات قليله بعد ما روح من بوركينا فاسو. وقتها شارك في مؤتمر الدول الاعضاء في منظمه التعاون الاسلامي، قالوا روح مريض، لكن نتذكر السيد رشيد الغنوشي بعد يوم او يومين ترأس اجتماع لحركة النهضة، ثم غاب على اجتماع الياس الفخفاخ اللي وقتها كنا باش ننظروا فيه في البرنامج الحكومي. نذكر إشاعة وقتها خذت صيت، لكن بعد طفات الإشاعة هذه. سيد لطفي زيتون وقتها فندها بصورة مزيانة، لقطة جميلة من سيد لطفي زيتون، صورة جميلة. ونذكر حتى نور الدين البحيري تي بلو كاسان وقتها هبط قال رسالة للناعقين،
ذكرها منيح وقتها رسالة الناعقي واللي أكد فيها على صحة سيد رشد الغنوشي. اليوم اللي شدني أكثر حقيقة مش تدوينة سيد جوهر بن مبارك لأنه ما وضحش، لأنه فقط سيد جوهر ما وضحش، لكن أنا كي نقرأ سي رفيق عبد السلام ونسمع سي معنى عبد اللطيف المكي اليوم يقول وراهي راهو في سياق آخر، لكن السيد رشد الغنوشي قال ماذا بينا ما عادش تهبطوا برشا تدوينات. السيد رفيق عبد السلام حكى على إشاعة مرض الغنوشي وحكى على أنه الأمراض أعمار بيد الله، لكنه قال كذلك انتظروا في الأيام القليلة القادمة الكثير من قصص الخيال الرديئة. ما نعرفش شنو قصد السيد رفيق عبد السلام، شنو ربما في إشارة لأنه هناك حملة ربما ممنهجة ضد النهضة، إذن إشارة إلى حملة ممنهجة ضد رئيس الحركة. ما نتوشوف أحمد كي نحكيه على حملة ممنهجة، أنا شنو يجي لبالي كمواطنة هكا متواضعة القوى العقلية، شنو يجي لبالي؟ نقول أنا كي نحب نعمل حملة ممنهجة مثلا على مهدي، مش بدنا نمشي نلوج له احنا صنعتنا التوانسة شنو نعمل؟ ملف لوج ملف وأحسن حاجة ماشية على مود عندنا في تونس المدة هذه فساد. ملف فساد، نبدا نقول نصور ولا نهب التصوير على المهدي يسلم على فلان، نقول راهم يعملوا في تكمبينة وهو تلقاهم تلقاو في ثنية في النهج في كذا يسلموا على بعضهم، نختفي لك التصوير ونهبطها. هذا والله رغم أنا راني مشكلتنا الأخلاقية معه يا سيدي، نجم نتفهمه ونقول هذيك ساعات لعبة سياسية نجم طيحنا إلى مستويات ما، لكن نحكيه على المرض وعلى الموت والمستشفى العسكري بصراحة ما لقى لهش تبرير حتى على الصعيد السياسي. لشنو مش توصلك سياسيا؟ مش تشوه من المرض والموت؟ لا يشوه، واضح واضح، هذه حاجة بيد الله. واضح مهدي بن عمر، اليوم النهضة تهدد باللجوء إلى القضاء، تهدد بمقاضاة الأشخاص والمؤسسات اللي تنشر في الإشاعات والأكاذيب ضد النهضة وضد رشد الغنوشي. تقول هذه الأساليب كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين، ويقول أنه فما حملة إعلامية متناغمة ومتزامنة تستهدف النهضة ورئيسها كردة فعل بائسة على التسريبات اللي كشفت مخططات أعداء الديمقراطية. هذا البيان جاء بعد مقال نشر في صحيفة النوار اللي تحدث على ثروة طائلة لرشد الغنوشي تقدر ب 2700 مليار من المليمات هكا أو من الدينارات، حصلوا الأرقام خيالية مليار ومليار والوحدة القيس عند التوانسة. ربما اعتبرت النهضة هذا مدخل، ربما اعتبرته مقدمة لحملة تشويه وتضليل ونشر إشاعات وأكاذيب ضدها. شو تعليقك على تدوينة على إشاعة مرض رشد الغنوشي على مقال الصادر في جريدة الأنوار ورد حركة النهضة في بيانها وتهديدها بمقاضاة كل من ينشر أكاذيب وإشاعات ضدها؟ الغريب أنه ما زالت حركة النهضة تهدد، ما أنا توقعت أنها تعديت للقضاء. هي كلفة مكتب القانوني متاعها ربما بيتتبع من يثبت في بالي عندها توا نهارين تهدد، في بالي وقت كافي باش تكون تعدات للقضاء ونشرت القضية متاعها. في علاقة بالإشاعات أحمد، خلينا نفكروا شوية هكا بشوية عقلانية، الإشاعة شنو المطلوب منها؟ السيد اللي عملها ولا الجهة اللي عملتها شنو تحب؟ فما ثلاثة فرضيات ما فماش أكثر. فما فرضية الأولى هي الإرباك، إرباك الخصم، والفرضيه هذه نجمو نستبعدوها. علاش؟ خاطر يعني العمليه ما تتطلبش الا دقائق باش تنجم تثبت وتعرف انه الخبر هذا ماهوش صحيح. الفرضيه الثانيه هي محاوله لبث خبر صادم لتعتيم على خبر اخر، هذه تقنيه معمول بها، يعني ينجم يكون تزامنا مع بث الخبر هذا يكون فما خبر اخر لا يراد له انه يخرج للراي العام. هذه الفرضيه الثانيه. هذا يتقاطع مادي مع ربما تاويل حركه النهضه او تفسير حركه النهضه لما تقول انه هذه الحملات كما سميتها في علاقه بثروه رشد الغنوشي جات متزامنه مع التسريبات، والهدف من الحمله هذه هو التغطيه على التسريبات ومضمونها. ربما انا قاعد توا نحلل معناها قاعد نحلل في ثلاثه فرضيات هذوما شنو ما ينجموا يكونوا. ولا الفرضيه الثالثه قلنا انها تنجم تكون بالونة اختبار لشيء ما، يعني وقت اللي تصيب اشاعة بالحجم هذا قاعد تختبر في حاجة. دونك هذو ثلاثة فرضيات الممكنة، وفي اعتقادي انه مثلا تصريح جوهر بن مبارك بوحده معناه لوحده يوجب تدخل النيابة العمومية ولا حتى العسكرية،
لأنه لما نتكلموا على مخابرات أجنبية قاعدة تتدخل في الشأن التونسي وقاعدة معناها تحاول أنها تربك الشأن التونسي، يظهر لي هذا موجب للتحقيق بالطبيعة. معناها مشكلتنا في تونس أنه كل معناها اللي تعدى بينا في العشر سنين هذه ما سمعناش عليه متابعة، وما سمعناش ملف تقريبا إلا بنسب يعني قليلة جدا اللي هي تسكرت وسمعنا نتائج تحقيق. يعني باش نقعدوا في كل مرة نحكي على فرضيات وعلى حاجات نقولوا ربما وقد وكذا نستعملوا في الكلام هذا. علاش مهدي استسهلنا ياسر الكلام؟ بالضبط. وعلاش الناس هذه زادة ولات تستسهل انها تبث في اخبار زائفة وتستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة هذه وتشري صفحات وتكري صفحات وتستعمل في ادمينات وتعمل في هذا الكل. تعليقك مهدي على ما قال صحيفة الأنوار؟ والله شوف، هو عمل الاستقصائي، هو جن صحفي، هو زن ساي اما مش صحفي. معناها شكون صريح؟ هو العمل الصحفي عنده مقومات واضحه، صحفيه واضحه، وتمنيت انه نشوف مدعمات لعمل صحفي استقصائي، لانه راه العمل الصحفي الاستقصائي ماهوش عمل نتاع اسبوع ونتاع 10 ايام ونتاع شهر، هذا عمل يدوم سنوات فيه معناها نجم تلقى فيه المصادر، يلزمك تلقى فيه المصادر، يلزمك تلقى فيه المدعمات، يلزمك تلقى فيه وثائق. انا شفت مدي المقال تكلم على ارقام، يحكي على عمولات لتسهيل عبور 20 شحنه اسلحه الى ليبيا وقيمتها 30 مليون دولار، يحكي على عمولات بالمليارات لتحرير رهائن، يحكي على يعني سيركوي نتاع بين سويسرا وفرنسا يدير رشد الغنوشي. يعني المقال تضمن معطيات، تضمن تفاصيل. شو مصدر المعطيات هذه اللي كاتب المقال او صحف الاستقصائي؟ يعني حبيت نقول انه ما كانش مجموعه انطباعات، كان مجموعه معطيات قدمها الصحافي وربما هو يزعم صحتها. وانت سالتني على جون جورناليستيك، قلت لي الجنس الصحفي هذا شنو هو؟ قلت لك اذا كانوا استقصاء راهو مش هكا، الاستقصاء راهو يتطلب انك تهبط للناس المعطيات، الوثائق، القرائن، جملة البحث متاعك، تسجيلات صوتية الى اخره، باش تثبت المصداقية نتاع الكلام هذا. توا انت تقول لي هذا في مجموعة من الارقام ومجموعة من المعلومات الدقيقة ربما في علاقة ما نعرفش. انا جاني كانه سامحني استفيده عدات للصحافي واعطي فيها الضوء الاخضر للنشر. راهو مش من السهل انك تنشر كلام يعني بالحجم هذاك يعني ما دي غايته غير صحفيه، غايات اخرى ما نعرفش. انا كي قريته ما فهمتش الساعه. اولا يتنشر في جريده ورقيه، جريده الانوار، في معناها التحقيق الاستقصائي عاده تقرا تقرير مطول، تقرا بال 15 صفحه بال 20 صفحه بالمدعمات، نقرا يعني في ثلاثه اربعه يعني فقرات فيهم جمله من المعلومات لا ترتقي لجنس صحفي واضح اللي هو الاستقصاء. تبقينا كيف المعطيات هذه ما نعرفوش صحيحه ولا غلطه، وجزء من الراي العام مادي لا معناتها تناول المعطيات هذه وتعامل معها، مش جزء من الراي العام صدق ربما مضمون هذه هذا المقال. شوف فما ديزيتود خرجت مؤخرا تثبت انه جزء كبير من الجمهور اليوم يعرف انه الاخبار زائفه ويبارتاجيها كمام ويحب يصدقها، وهذا نبع من الرغبه في تصديق الاخبار. بمعنى انه اليوم منطق الفيراج من الطرفين يخلي كما قرينا على خبر اشاعه المرض ولا وفاه راشد الغنوشي، قرينا دي كومونتير معناها تستغرب، تلقى ناس تتمنى مثلا المرض ولا تتمنى الموت البشر في الاخير، تستغرب وتلقى ناس من الشيله الاخرى اللي هي معناها كونتر كومبليتمون الى اخره، ودي كومنتير من النوعيه هذه رغم انه معناها ما فيها باس، واحد يستنى يتريث يثبت. كيف فما مجموعه من الاخبار الناس تحب تصدقها،
هو في قرار نفسه مش مصدقها، لكن على الاثاره هكا تعمل شويه تخدم له الرغبه نتاعو تخدم له الرغبه نتاعو. فهو ماذا بيه يدافع عليها جوسكو بو يبارتاجيها ويزيد يدافع على الراي نتاعو. في الحالتين احمد اللي حكينا عليهم سواء الاولى ولا الثانيه مازلنا نستنوا في التحقيق، وسواء في علاقه بالاشاعه لانه صفحات تتحرك في نفس اللحظه، ناس وسياسيين تكلمت، جوهر بن مبارك يتكلم على مخابرات اجنبيه تدخل في الشان التونسي، النيابه العموميه ما تتحركش. اثنين معناها مقال صحفي يتنشر في جريده تونسيه، الصحفي التونسي موجود ويحمل معلومات خطيره وخطيره جدا في علاقه بال بواحد من اهم اللاعبين السياسيين خلينا نقولوا في تونس. غلطه صحيحه هذايا معناها كلام ما نجم ياكدوا الا القضاء التونسي، وماذا بينا ما يقولوناش انا عملنا لجنه وكاو. حيب اجيل عن التعليق على المقال. اي هو اللي يغري في تونس بالخبر الكاذب هو غياب معناها الافلات من العقاب. لانه في الغرب معناها الردع الكبير واللي يجبر الصحيفه على انها كذب وانها تعمل في نفس الصفحه وتعتذر وتدفع غرامه كما قال الغنوشي مع صحف اجنبيه مع ميدل ايست ومؤخرا مع العرب اللندنيه، معناها شكا بهم واعتذروا في نفس الصفحه وثم غرامات ماليه يظهر لي يدفعوها الى اخره. دونك موجود هذا قانونا سي الحبيب تونس 115 116 موجود بالضبط، لكن احنا في تونس ما ثماش ما يطبقش ما يطبقش. مش فقط ما يطبقش، يستطيع المقال او الخبر الكاذب ان يحدث منعرج سياسي ويحدث اثار سياسيه وما تقلقش. مثلا خبر القاروص نتاع المرزوقي، الاحصائيات تاكد انه ثم عدد كبير من الاصوات يعد بالالاف، الخبر هذا لعب دور في حرمان المرزوقي منه مئات الالاف، لانه جاء براتيكمون في فتره انتخابية معنى متاع ساعات، ولكن القضاء أنصف مصر مرزوق. خليني من أنصف عمل دوره سياسيا يعني. سياسيا دمر الرجل. تذكر البي دي بي في الانتخابات أنا نتذكر البي دي بي في الانتخابات الأولى وقت اللي خرجت عليها هيك الإشاعة الكسكروتات الكسكروتات مثلا دمرت لا الكسكروتات خرجت لبرا عند الناس في في في, في الفضاء الأزرق، ولكن هذا يخبر معناها في مؤسسة علمية في مؤسسة علمية في إعلامية الحوار التونسي وقتها وجد يظلي وحمزة البلومي وكذا. الفبركة نتاع الفيديو وينه اللي القضاء أدان حمزة البلومي وأدان يظهر لي الشريك متاعه في أنهم فبركوا فيديو للمرزوقي، معناه هو في خطاب على الجزيرة مباشر قصوه ولصقوه، تعدى على القضاء والقضاء أدانه هو يعني، والمفروض يتعدى حمزة البلومي، لكن أمر حمزة البلومي في يخدم على روحه. شبيك نرفز حمزة البلومي في تعليقه على هذا ما عنده حتى تعليق، يقول لك انا ما عندي جاني امبرودوي فينال عديته، يقول لك ما عنديش مسؤوليه لا متواضع واعتذر. لا خلي من الاعتذار، تعديت القضيه، القضاء جبدهم ولا مش بدهمش، عاقبهم ولا ما عاقبهمش، لا رغم ما احدثه ذلك من ضرر سياسي للمرزوق. شو ضرر سياسي يودي تنصبت المشانق للراجل معناه ودمروه. انا وكان من 2011 لتوا نجيب لك قداش من خبر في المصادر الرسميه في الاعلام المحترم مش في الفيسبوك وجه الراي العام تو تشوف. دونك شو ولاوا الصحفيين وبعض الاعلاميين مع بعض الصحافه الصفراء شو ولا مشكلته؟ شو ولا الهدف نتاعه؟ يقول لك انا ما يهمنيش في العقلاء، ما يهمنيش في العقلاء اللي مش باش يصدقوا، مش قاعد يخدم عليهم، هو قاعد يخدم على ما سيحدثه ذلك المقال او ذلك الخبر من معناه اضرار جسيمه بذلك الشخص المستهدف، وبعد يعمل الله توي تنسى. وهذا اللي تم، تصور انت 2700 مليار وشحنات سلاح وكذا والعالم الكل يتفرج على رجل الغنوشي، نورمالمون العاقل ما يصدقهاش، معناه كلام فارغ. شنو هذا معناه اللي كتبه سي العجرودي في الانوار؟ معناه امر ينجم يدخل في الخيال العلمي، يستحيل كتب عليه على فكره. بخذير هو نفسه اللي كتب المقال نتاع الانفاق
اللي حفر الانفاق في الشعامبي هو نفسه. أي. اي بالضبط هو معناها تصور انت جاءوا جماعه من حماس قيادات من حماس وحفروا في الواحد وينقلوها عليه لطفي العماد وعادي نورمال هاو الناس تتفرج على اخونا لطفي وتتفرج وتقرا في الانوار وعادي ونعتبروهم مصادر هو مش يحكي معك انت لكن حيبقى جيلها هو قاعد شنو هي اليات الرد الرد على مثل هذه المسارات الرد هو عن طريق الوعي المجتمعي والوعي الشعبي معناتها اليوم حريه التعبير مفتوحه للجميع يعني معقول هذه اسمها حريه التعبير يعني الرقابه القبليه على اللي مش يقولوه الناس هذه غير ممكنه معناتها كرونيكور اليوم في مؤسسه اعلاميه قبل ما يتكلم الشعب على المعلومه مش يبدا كيبدا الراي العام اصلا ما يعاقبش الراي العام ما يعاقبش كذاب في تونس الراي العام ما يعاقبش الكاذب الاعلامي معناها وقت واحد يبدا يحلل بالغلط وبمعلومات غلطه ما يعاقبوش بمعنى لا يصنفه كذابا وانما قد يفهمه بعد ذلك ويسمعه في حوايج اخرى ويأثر فيه ويشيخوا به وثم جماعته يبرجوا اذا باعتبار ثم افلات من العقاب وباعتبار هذيك هي حياتنا السياسيه نخرج عليك اشاعه وندمرك ونحيلك معناها يودي سياسيين يعمل فيديو مباشر باش يقول فلان راهو عينيها زرق مش وانت تشوف فيه انه لا وحتى واحد ما يجي يقول له كيفاش وعلاش لانه احنا اصبحنا في مجال نتاع قله حياه سياسي قله حياه اعلامي بين ظفرين قله حياه فكري تعرف قلة الحياء الفكري وين توصل الى تزييف معلومة فكرية فلسفية انا ساعة ساعة نسمع فيهم يحكيوا على فلان اش قال وفلان اش قال مفكرين يا محمد حليت الكتاب انت غلط اللي تقول فيه ومع ذلك يقال ويتعدى ويعتبر من كبار المحللين وكبار الاعلاميين شفت وين وصلنا معنا وصلنا الى وضع اصبح فيه كل شيء متاح دونك هو معش يقلقوا بالنسبة لي انت قداش من واحد كذب ذلك المقال لا حتى حد لكن على الاقل من غدوه الصباح في القاوي الناس كل تحكي يا ريت الجماعه هذوما نتاع الثوره وهذا الغنوشي وكذا 2700 من الاخر يقولوا لا لا ما نصور يا ولدي قال لك في الجريده في الجريده اي معناها يقول لك حبيب مازلنا نتعاملوا مع الاعلام مهما كان صفته مهما كان معناتها موقعه كانه سلطه هو سلطه ما يصدر عن مؤسسه اعلاميه هو يرتقي الى المعلومه المؤكده ولما الوسيله الوحيده او السلاح الوحيد لمحاربه الاشاعة هو الوعي الشعبي والوعي الشعبي قاصر اليوم وغير قادر على التثبت او التمييز بين الغث والسمين بين الحق والباطل بين الصحيح والخاطئ هو احنا باش نرجعوا شويه حكينا شويه على اسلوب الفيراج وحكينا شويه حتى القلق يعمل وما الى ذلك لكن اسلوب اللطخه انا ديما نرجع لها الكلمه هذه قديش ماشيه اليوم في تونس البوز شوف البوز ماشي والناس انا باش نمشي عكس شويه التحليل هذايا راهو حتى الناس اللي تحكي عليه انت قلت عليه الوعي انت احمد حتى الناس مساهمه في اني تشجع على اسلوب اللطخه اين كي نلقى مقال ما عندوش حتى سند يتبرتارجا معناها بالاف في المرات طريقه حاجه غير عاديه معناها جست ندقق في معلومه مشكور صديقي حمزه يقول لي الخيال الرغبوي في علاقه بانه الجمهور معناها حمزه شكون صديقي هذا يتابع فينا يقول لي المصطلح معناها هو الخيال الرغبوي اللي يخلي الجمهور يبارتاجي حاجه هو يتمناها ويعرفها زيد. انا نشكر سي حمزه على المصطلح هذا انا قلت لها حمزه إيه صديق المهدي صديق مهدي حمزه برشا صديق مهدي نحييه سي حمزه شوف انا الاسلوب الاثاره هذا يسميه هو الخيال الرغبوي انا نعتقد برشا انه خاصه الناس اللي وراء الكلافيي نتاعهم يثيرهم هذه المساله معناها اني نبارتاجي معلومه كان هكا وتعمل هيك اللطخه وما الى ذلك شوف الصحافه الاستقصائيه يظهر لي انا عندها قواعدها انا نعرف وقت اللي نعمل عمل استقصائي من اهم المبادئ نتاعو اللي انا المصدر نتاعي يكون معروف حتى كي ما نعطيهش راهو لكن انا نجم نثبت ما ورد في المقال حتى يا رسول الله ببدايه اثباتات يظهر لي هذه هي بعد مهدي زيدي وفحنا يقولي هذه هي هذا اللي نجم نسميه صحافة استقصائية اللي نخرج به على هذا احنا في اسلوب اللطخة احنا في حاجة ما نجمش نسميها شنية لا ترتقي الى كلمة المقالة نعرف فما برشا جرايد في تونس معناها عندهم سمعة طيبة برشا منين جات
من المصداقية ومن الطريقة اللي نكتبوا بها المقالات والمصادر متاعنا، في حين جرائد أخرى يظهر ما زالت عايشة في زمن آخر. لكن بعيدا على منطق الفيراج وبعيدا على اللدخة والإثارة والخيال الرغبة وهذا الكل، شوف سياسة من أين لك هذا يجبنا نتعلموها كثقافة في تونس، ما فيها بس من أين لك هذا، خاصة الموجهة للجمعيات والموجهة للأحزاب والموجهة للسياسيين. إيه وللشخصيات السياسية بالضبط. أيوه. هذا ش حبيت نقول. لكن هو من أين لك هذا لما تبقى على رشد الغنوشي خديت هذا يقول لك عنده منزل في 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 منوبة يظهر لي على وجه الفضل معناته. هي من أين لك هذا؟ على وجه الفضل. شوف لا منوبة في منوبة في النحلي. شوف استنيني. على وجه الفضل. بش نوضح حاجة. شفت شفت أهمية المقال. سؤال منى من أين لك هذا؟ ريت كيفاش كيفاش استطاع أن يمشي الحاجة اللي ما طرحتش ما طرحتش معنى حكاية من أين لك هذا مع الغنوشي ما طرحتش الحكاية باش نعدل الحبيب هذا سؤال منى ما عندوش علاقة بالمقال هذا سؤال منى عنده علاقة بالحديث على المقال ويلزم نقوله وهذا هو سؤال منى عنده علاقة اللي حاجته به المقال لا علاش يا حبيب خلينا نتكلم بالعكس أنا أعطيتني فرصة وأعطيتني مثال كمل حبيب وبعد رجعني الكلمة أحمد ما قلقش يعني أهمية المقال حاجته بهذا هو حاجته أنه تقعد لبلاد 24 ساعة لحظة برك لا لا مشروع من أين لك هذا مشروع بالكذب ما نحيروش حاجة بالكذب الوسيلة خاطئة أما الغاية الغاية يا حبيب ما تاخذليش برشا وقتي يا حبيب 20 ثانية يا حبيب الغاية هي الغاية هي قالها مهدي ولازم نرجع نقولوا شنو هو الغاية هي تغطية حاجات أخرين في الفترة هذه في ال 24 ساعة و 48 ساعة نرجع نقول شنو الحاجات اللي حابين نحكي يعطيك الصحة حبيبي نرجع أنا الموضوع نتاعي أنا ثقافة من أين لك هذا في تونس كيفاش يلزمنا نطرحوها؟ هل أنه من أين لك هذا يلزمها تولي سوجي كي نحكي عليه نتهم؟ وإلا سوجي اللي نحكي عليه بمقالات من نوع هذايا؟ احنا في تونس حسمنا المسألة هذه قلنا يلزمنا نعملوا قانون يحدد لي شنو عندهم رجال الدولة هذه والناس اللي في مناصب عليا والقانون هذايا قانون تضارب بالممتلكات والتصريح بالممتلكات هي هل ترى انا نحب نلفت النظر لهالقانون هذا اليوم الى الحاله اللي هو عليها الى الدوسيات المتصدفه في بيرو مكافحه الفساد سامحني ما نجمش نحكيش عليه خاطر انا هذا ملف خدمت عليه برشا ونعرف قداش في تونس في حاجه الى اناره هالرفوف هذه اللي قاعده مكتسه تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات اللي قاعدين يعملوا فيهم سياسيين والا لا اليوم بالحق في تونس لو كان جاء المسار هذايا نجح لو كان جاء المسار هذايا خذا القيمه نتاعو لو كان جات القضايا والدعاوى اللي عندنا في المحاكم وضحت لنا برشا جمعيات ش عندها برشا احزاب ش عندها كيجيني حس بينا يقول لي ضيعت الكرني ولا كيجيني حس بينا نشوف حتى في مظاهراته ومسيراته يعني امكانيات ماليه ضخمه لكن من جهه الاخرى ما عنديش شفافيه ماليه انا شنو نقول من اهم الحاجات اللي نجموا في تونس نسكتوا بها هالاشاعات هذه ماهيش اللي احنا ربما ما نحكيوش عليها وانما اللي احنا من جهه اخرى يكون عندنا ان سيستم اللي ماهوش فايب اللي يكون عندي سيستم قانوني صحيح يؤدي لحاجه ما نجمش نعمل انتقال ديمقراطي بدونها وهي المساءله والشفافيه وكان جينا في تونس اليوم الناس تحس اللي عندي شفافيه ومساءله يمكن ينقص شويه دور المقالات هذه في اثاره البلبله ان المساءله والشفافيه سابقى ادافع عنها بالنسبه في موضوع الجمعيات وبالنسبه للسياسيين وبالنسبه للاحزاب خاطر الشفافيه هذه تخرجنا كل المسار هذا مهدي بن عمر سؤال لا سؤال بعد علق اليوم يعني منى تقول لك هذا العمل لا يرتقي لما قال استقصائي وانت بيدك قلت معناتها ما فيهش ربما مقومات المقال الاستقصائي المحترم اليوم شنو دور القطاع اللي هو ديما يقول انه يعدل نفسه ذاتيا وانه الرديء ربما نواجهه بعمل عنده قيمه وعنده مستوى ربما تفضل انت تحكي على الهيكل لكن مش من مهام الهيكل هذه من مهام المجلس الاعلى للصحافه اللي هو معناها داري المباشر العمل نتاعو معناها على المتضرر اليوم فما جهاز ولا فما هيكل في تونس اللي يتضرر من الصحافه يمشي للهيئه هذه يظلم لها والهيئه هذه فيها مجموعه من الخبراء في الاعلام وفيها حتى قضاة ويطرح لهم المساله نتاعهم وهما يستدعيوا الصحفي ورئيس التحرير للمثول امامهم
وهما بطبيعة معناها باش يثبتوا من مدى مهنية، خلينا نقولوا مدى مهنية العمل، ما العمل هذايا وما صدر وقتها، وينشروا للرأي العام إذا كان معناها يشوفوا أنه فما خروقات مهنية. وهذا راهو الهيكل مهم جدا في العمل بتاعنا، لأنه عدنا ناقصين اليوم أربيتر معناها بالنسبة للإعلام التونسي، واللي كان يحكي فيه سي الحبيب واللي كان تحكي فيه مدام منى، في علاقة بقديش من خبر زيف تعدى علينا في التلفز وتعدى علينا في وسائل الإعلام، وقديش من ناس قالت معناها قدمت نفسها على أنها خبراء وتقدم يعني في معلومات بصفة يومية للتوانسة وغيره، وما فماش أربيتر، ما فماش الدور التحكيمي بالضبط اللي نمشي له باش يقول معناها يعطي رأيه بمهنية وبموضوعية ويقدم للتوانسة. معناها كما اليوم فما الأطباء عندهم العمادة نتاعهم واللي هي بمقدورها أن تسأل الطبيب يعني. سمحني مهدي، هذا هام برشا. علاش؟ خاطر أنه ما يكون فما حتى سياسي فوق مسائلة المسائلة، وأنه ما يكون عندي حتى جهاز أو مؤسسة داخل الدولة فوق المسائلة، يجب يقابلها من جهة أخرى. خاطر أنا نتخيل لو كان تم إيقاف صحفي في مقال كاذب، نجيش نحكي على اللي أنا نمشي نسائل الصحافة والرهب السلطة الرابعة واللي نشوفوها احنا واللي ما يقع في المظاهرات، وإلا اللي أنا نجي نسلط عليه كاللجام وكي تتكلم نتهمك ديريكت. هو علاش مانيش نحكي على هذا؟ علاش موجود؟ فوالا، خاطر باش يحكم على الخدمة مهنية دون خلفية سياسية قبل كل شيء. يعني قبل ما نتعداو القضاء باش تتعدى يتعرض على الهيئة هذه، والهيئة هذه اللي هي هيئة مستقلة تتسمى المجلس الأعلى للصحافة، هي اللي تعمل الأربيتر ما بين المواطن ولا ما بين المؤسسة ولا ما بين الشخصية السياسية ولا غيره، وكتب المقالة وكتب الإعلام ولا المؤسسة الإعلامية، حتى المؤسسة في حد ذاتها ولا مهدي بالضبط. حتى لو كان مثلا صحفي نجم يتعدى الهيئة هذه يقول رئيس التحرير نتاعي أجبرني لكتابة مقال غير مهني مثلا، وتتعدى للهيكل هذا. الهيكل هذا المهم اللي هو نجم. النقطة هذه حبك توضحها، وانت رئيس تحرير في مؤسسة، يعني ممكن هذه انه رئيس تحرير يجبر صحافي على انه يكتب مقال على المقاس او تحت الطلب، يعني ويجبر صحافي انه هو يعني يمضي على المقال باسمه، نحكي توا تقنيا ما شبك تتبس وين قبل كل شيء. احنا معناش موجود. انا خدمت لمدة طويلة في جريدة المغرب، حقيقة لم اتعرض ابدا لمثل هذا النوع من فما الممارسة هذه موجودة، معناتها الممارسة هذه موجودة مش كما قبل، مش كما تو، لانه قبل الصحفيين كانوا معناها تحت ضغط من نوعية اخرى اللي هما ضغط سلطة ربما، صحيح تو اللي يجيه مقال جاهز يمضي عليه، فما اللي يجيه مقال جاهز ويمضي عليه، فما اللي يعدي مقال شهري باسم صحفي وهذا ممنوع، فما اللي يجبر صحفيين على كتابة مقالات شهرية إلى آخره، يعني من الخروقات اللي قاعدة تصير واللي قاعد صاير فيها تعديل في العديد من المؤسسات. الحاجة اللي توجع إنه الصحفي أحمد الموكو شنو هو خدمته؟ صحافة شنية هي؟ هي التحري وبث المعلومة، إنارة رأي العام بمعلومات دقيقة. الصحفي في كلمتين هو أمين المعلومة بالنسبة للجمهور. تعرفوا أمين الذهب ذاك الموجود في عير الذهب، ما فما تجار متاع ذهب وفما المواطنين ولا الشاريين ولا غيره، وفما الأمين في الوسط. الأمين في الوسط هذه خدمته أنه يعطيك التأشيرة أنه ذهب هذا معير وصحيح وكذا وإلى آخره. خدمة الصحفي في المجتمع هي هذه، هي انه باختصار الانفورماسيون اي نون با لا ديزانفورماسيون، يعني انك تعطي المعلومة مش تظل دقيقة. خطر مهم جدا، هو الاربيتر ولا هو الامين المعلومة بالنسبة للجمهور. شنو معناه؟ يعني وقت يطلع سياسي يقول خطاب ويقول فيه ارقام ويقول فيه حققنا وعملنا وكذا وكذا وكذا، خدمة الصحفي هو التحري و التحقق من مدى صحة ما يقوله هذا السياسي. ونشوفه الصحافة الفرنسوية تنجم تكذب رئيس حكومة بعد 24 ساعة، يعني يطلع مثلا يقول رقم غلط، يقول أنا حققت في المدة متاعي في العهدة متاعي نسبة نمو مثلا مثلا 6% أبري 24، تلقى الصحافة الفرنسوية تقول راك غلط. دونك هذه وظيفة الصحافة في العموم، معناها في المطلق.
اليوم للاسف مقالات كيما هذه شنو تعمل لك؟ تخليك مجبر. مهدي وانت قلت مقالات من نوع هذا ان هي جايه باش تغطي على امور اخرى اخطر. هذاك حسب ما قال حبيب واجي. قلت لك فما ثلاثة حبيب واجي شنو الامور اللي ربما كان المقال هذا كان ينجم يغطي عليها؟ والله احنا تو مثلا شي رهانات معناتها الاخرى. احنا تو بار اكزومبل في سياق ذهاب الى حوار وطني يبدو ان رئيس الجمهوريه قبل به، البلاد ماشيه نحو انفراج حقيقي. الانفراج الحقيقي هذايا ماهوش مرتح برشا ناس، مقلق برشا ناس، وشفنا تسريبات كان المفروض ان يتم التوقف عندها لفتره طويله وطويله جدا لتامل المشهد السياسي كيفاش قاعد يسير. قاعد الجهه المسربه مش مصلحتها انه نمشيو لحوار وطني؟ لا لا، تسريبات اللي المفروض نقفوا عندها ونحكيوا فيها ونكشفوا من خلالها كيف اديرت عمليه سياسيه على امتداد اشهر. من مصلحتها انه يجي حاجات اخرى تغطي على الموضوع هذا. انه ناس اليوم باش تقيم تجربه سياسيه، باش تقيم مسار سياسي، باش تقيم وضعيه نتاع هزان البلاد للهاويه. معناها كنا راو منذ اشهر كان الوطن مهددا بان يسرق منا، راهو بالمعطيات هذايا. معناها البلاد كانت ماشيه لمواجهات، البلاد كان ماشيه لكسر مسار معناها نتاع انتقال ديمقراطي ونتاع ديمقراطيه ونتاع حريه. الكل هذايا يلزموا يتغطى بعد ما مشينا معناها للانفراج، خاطر الانفراج زاد جاء نتيجه ضغوطات، جاء نتيجة خسارات. ثم ناس خسرت في المعركة السياسية هذه واضطرت وذهبت صاغرة إلى الحوار. يلزم نقلب الوضعية هذه الكل ونهزوها توا، نهزوها وجهة نظر أخرى. أنا حب ناقف عند اللي أشار له مهدي ونكونوا موضوعيين مع بعضنا. على امتداد 10 سنوات الآن من الثورة والانتقال الديمقراطي، هل كان الإعلام التونسي بمختلف منصاته مرافقا حقيقيا لهذا الانتقال الديمقراطي، رفيقا بهذا الانتقال الديمقراطي، داعما لهذا الانتقال الديمقراطي؟ وضعيتنا الإعلامية هي وضعية معناها بالحق، معناها مشرقة من زاوية من زاوية الحقيقة والموضوعية. هاتي نعدد الـ 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 الأخبار الزائفة، هات نعددوا عمليات تزييف الوعي التي مورست على الشعب التونسي. هات نشوفوا عملية كي الوعي، ما يسمى بكي الوعي في الميديولوجيا التي مورست على الشعب التونسي. هات نشوفوا وضعية تضليل الشعب التونسي والهروب على الإشكاليات الحقيقية في مختلف المنصات. نعم، من الجانبين، المنصات في مختلف المنصات ومن الجانبين. أعطينا أملا على كيف استهدف الإعلام الانتقال الديمقراطي. يلزمني 10 سنين. لأنه علاش أسألتك على الزاوية؟ شوف، لأنه من هو في السلطة؟ من هو في السلطة سمعكم على الإعلام على أنه هو يعني كان شريكا للمعارضة أو مرافقا للمعارضة ضد السلطة؟ والعكس بالعكس. أحمد خلينا نغزر روحنا المراية ويزينا، ثم حاجات تخرج للشارع واسمع الناس ايش تقول على الإعلام. تعيش خويا من صبا نحبوا هكا نمارسوا شويه تحفظ ونمارسوا كذا، لكن الناس كل تعرف شنو هو الاعلام، والناس كل تعرف شنو هو اللي عمل الاعلام في اغلبي باعترافي اعلاميين نزهاء من داخل الاعلام نفسه. خبط الصحفيين نفسها تتحدث على اخلاقيه المهنه التي هتكت في الكثير من الاحيان. كانت تتصدى للانتهاكات هذه. اي المشهد العام للاعلام شنو هو؟ انه صحفيين يشكيوا ويقولوا مش احنا اللي قررنا مصير الاعلام هذايا. الصحفيين ولاو يتبرؤوا من ما انتهى اليه اعلام خدم على البوز، خدم على التفاهه، خدم على الميديوكراسي. وما عندكم اللي عندكم تفاهه في الاخبار ما عندكمش علاقه بالصحفيين. هذا هو اش حبيت نقول لك. خدم على الاخبار الزائفه، نصبت فيه يعني اصنام زيفت الوعي دمرته، حبت توصلنا لاحتراب اهلي. اي شنو معناها نقولوا لا، لكن من جهه اخرى الاعلام مارس دوره كسلطه. الاعلام مارس دور الرقابه. شوف 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 على السلطه. شوف يعني شوف انتصار لقضيه الحريات. انا معاك في انه احنا يلزمنا نعطيه صوره لاعلامنا التونسي، واحنا تو جزء منه وان شاء الله نبنيه، وقاعدين بكلنا الناس كل نساهموا في بناء اعلام جيد. ولكن 10 سنوات لم يكن
الإعلام قادرا فيها على الاستفادة من حاجة اسمها حرية، ومن حاجة اسمها شفافية، كما لم تكن الأحزاب والجمعيات وربما المنتظم الوطني بصفة عامة للتقييم. يعني أما الإعلام، أما الإعلام هو 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 صورة العصر، هو هو اللي رافق العصر. الإعلام عمل الحرب أهلية في رواندا، هو اللي هو اللي إذاعة إذا دخلت الناس في بعضها. احنا قداش من مشهد إعلامي، قداش من بلاتو كان ينجم يدخلنا في مواجهات. خلينا خلنا نقف قدام المرايا يا عش خويا، خلنا نقف قدام المرايا. انا ما نختلفش مع سلاح بيبرا، اما نحب نفرق ما بين حاجتين، ما بين الصحفيين صحيح نعم معاك، وما بين اللي قدموا في رواحهم اللي هما اعلاميين وشوهوا في العمل الصحفي. واحمد انت قلت كلمه مهمه جدا، قلت ما ننساوش الدور التعديلي والرقابي وكذا، هذاك ما قام به الصحفيين التوانسه طيلة 10 سنوات، واللي هما يقاوموا يعني في برشا ظروف وظهرهم مش محمي صحيح. ومن ناحيه اخرى فيترينات تعبث بما حققه وبمكتسبات الصحفيين التونسيين. جيل جيل مهدي وجيل الشباب تو، جيل نقابة الصحفيين تو، ذاك هو مستقبل الإعلام والله. هما اللي قادرين يواجهوا الأباطرة هذوما والبارونات هذوما اللي فيهم حتى مش عمره ما قاد حوار سياسي. تاريخهم في الماضي كل يحاوروا في الراقصات وفي البنات، وتفرضوا على إعلاميين شباب متحمسين أولاد الثورة، صحفيين اولاد الثوره. انا كي نشوف مهدي وكي نشوف مهدي هذا ومهدي جلاسي معناها، وكي نشوف اميره وكي نشوف هذاك هو شباب الجامعه نتاع 2000 اللي كان يقاوم في هاك اللي المفروض واخذ البلاتوات، وهذاك اللي المفروض هو يقود العمليه الاعلاميه من الفها الى يائها. مش هذوكم صورتهم عند الناس مهزوزه لبرا كي يخرجوا للميدان يبداوا يعيطوا عليهم، علاش؟ بجريره وذنب من؟ بذنب من يا احمد؟ هاكم اللي يهبطوا سور تران، الاولاد هذوكم اللي يهبطوا بيجيبوا الخبر من الطرف هذا ومن الطرف الاخر ويسبوا فيه، واللي موجودين زاد حتى في اقسام الاخبار وغير. من عند شكون قاعد يضر فيه؟ ضر فيهم البلاتوات اللي صانعه تصنع في الراي العام، واللي اغلب المؤثثين نتاعها ما عندهمش حاجه اسمها قداسه الخبر، ما عندهمش حاجه اسمها قداسه الوعي. هذا اللي يلزم يتقال، هذا اللي يلزم يتقال. لكن من جهه اخرى حبيب عجل، لما نشوفوا الاعلام غير مرضي عنه من كل الاطراف، يعني يجي طرف في السلطه اليوم يوجه انتقادات للاعلام، المعارضه توجه انتقادات للاعلام، كل من ينتقده الاعلام، كل من يتوجه له الاعلام بانتقاد او بربما تحفظات. مش هذا موضوع الاعلام. شوف الاعلام في واحده من ديفينيسيون تاع الخبر في حد ذاته، الخبر هو اللي باش يكون فما طرف ما جهه ما مش راضي على نشره، سينو ما مش خبر. يعني الخبر ما جهه مستفيده من تغطيه الخبر، جهه ما يرضيهاش الخبر هذا يتنشر، والا هذا يتسمى علاقات عامه. هذا في واحده من مفاهيم الخبر في حد ذاته، مانيش نتكلموا في هذا. وسيله الاعلام المحترمه واللي هي باش تقعد تنقد من جميع الاطراف ومن جميع الجهات السياسيه تقريبا كل يوم، اللي قاعدين نناقشوا فيه اليوم مش هذايا. اللي قاعدين نناقشوا فيه انه فما ناس تزيف في الوعي، ما يهمهاش في اخلاقيات المهنه، كل يوم تستثمر وساعات معناها تزيف عمل زملاء في الكواليس واللي هما معناها مفقرين الداخل في بعض البلاتوات، خلينا نتكلموا بكل صراحه، واللي هما معناها شاريهم ما تتعداش بعض البضعة الدنانير، واللي هو نجم يتبدل واللي قايم عليهم الخدمة الكل، واللي قايم عليهم الخدمة الكل، واللي هو نجم يتبدل بجرة قلم لمجرد انه مثلا التقرير نتاعه قاعد تزييفه قدام عينيه وما نجم يقول حتى كلمة، لانه غدوة الصباح نجم يصبح بلاش خدمة. هذه على شنو نحكيه؟ اذان صلاة العشاء.